طاب صباحكم متابعي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي عبر تطبيق وموقع فيسبوك. نحن معكم مباشرة من منزل النائب السابق الأستاذ مصباح الأحدب لقراءة بعض التطورات السياسية، ويبدو أن الاتجاه إلى تسمية السفير مصطفى أديب، يعني أصبحنا نقول أنه أصبح رئيسا مكلفا وهو على بعد ساعات قليلة من تسميته وتكليفه لتشكيل الحكومة العتيدة. الشارع الطرابلسي يبدو أنه رافض لهذه التسمية، مع العلم بأن السفير هو ابن هذه المدينة، وشهدنا منذ بعض الوقت قطع لساحة النور من مختلف الجهات. سأدخل بالتفاصيل هذه الحركات، وأيضا في هل الشارع الطرابلسي تجده يرفض تسمية السفير مصطفى أديب، أو أن الأمور ستتجه سيتقبله مع مرور الوقت؟ لا طبعا لن يتقبله. مع العلم السفير مصطفى أديب هو وجه السحارة اللي موجودة عند أي حد يكون من طرابلس، وبعدين ابن عائلة كريمة ونحن نفتخر فيه، متعلم جدا. بس بكل صراحة هو مستشار عن جهة سياسية أساسا بطرابلس فشلت، واليوم الموضوع منه موضوع طرابلسي، اليوم الموضوع على مستوى وطن. نحن بمرحلة مفصلية، اليوم بدنا نتساءل إذا هذه الحكومة اللي منريدها، هذه الدولة اللي منريدها، يلي هي امتداد لسلطة قائمة على شرعية دستورية صارت مهترئة، بحين الشرعية الفعلية هي الشرعية الشعبية، هي اللي بتعطي السلطة للشرعية الدستورية بمحل تاني، يعني الشارع بمحل تاني. اليوم الناس شايفة أنه في سلطة موجودة بالبلد، متكبشة بالبلد، المفروض على الأقل تبعد وتخلي مجال لطروحات جديدة، متكبشة بإعادة إنتاجها كل مرة بطريقة محددة. واللوم اللي عم بيطرحوه عم بيطرحوه تضيع وقت وتضيع فرصة ومناسبة، لأنه فوق الثورة اللي قائمة بالبلد من وراء الظلم، في عندك كمان ردة فعل غضب عارم بالبلد من وراء الانفجار اللي صار بمدينة بيروت. فأنت كيف بدك تطل بنفس المنظومة السياسية وكأنه شيء لم يتغير، وأنه مراهنين أنه هيدا بطلب من الفرنسيين والرئيس ماكرون هو يلي طالبها وكذا؟ بصراحة نحن كلبنانيين منا مقتنعين أنه نفس المنظومة قادرة أن تقدر تعمل شيء جديد قد ما كان الوجوه مرتبة. جربناها قبل، كان في وجوه كتير مرتبة بقلب الحكومة ولكن كانوا غير نافعين لبل مضرين. هلا اليوم أخشى من أنه وجه مرتب مثل وجهه للسفير مصطفى أديب يكون مضر للمصلحة العامة، لأنه ممكن يصير في انقسام بالشارع، نعطوهم وقت ولأنه هذا طرح دولي وما طرح دولي. لا، أي تسوية بدها تصير قائمة على هيك استمرارية لسلطة فاسدة بلا ما تأخذ بعين الاعتبار المطالب المحققة، بلا ما يكون عندها خارطة طريق واضحة تطلع عليها لللبنانيين مرتبطة ببرنامج زمني، هذه ما أنا مقبولة ولا بشكل من الأشكال. الرئيس يعني المستقيل حسان دياب سموه البعض أو سماه البعض بأنه رئيس شكلي للحكومة، هناك كان من يديره من غرف أخرى في قصر يعني في السرايا الحكومي. هل تعتبر أن أيضا الرئيس المكلف الجديد يعني أو سيكلف بعد قليل سيكون كذلك، أو أنه سيكون هو رئيسا فعليا للحكومة؟ ليس لديه السلطة السياسية، عنده موقع دستوري كبير، بس هو سياسيا تابع لفريق سياسي هو جزء أساسي من هالمنظومة الفاسدة اللي استلمت الحكم مرارا وما طلعت بنتيجة. إذا الرئيس مئاتي فشل، ليش بدك المستشار تبعه ينجح؟ إلا إذا المستشار تبعه، اسمح لي، إلا إذا المستشار تبعه يلي هو شاب مرتب بياخد قرارات مستقلة. وين القاعدة السياسية تبعه تاخد قرارات مستقلة؟ إذا أجا أخذ القرارات اللي بالفعل هي بطال الشارع اللبناني، ساعتها الناس بتمشي معه. بس هو ليس بهذا الموقع، لأنه أي حماية وأي غطاء لاستمرارية السلطة كما كانت عليه لغاية اليوم هو غير مقبول من الشارع اللبناني. بالعودة إلى كونه مستشار سابق للرئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، البعض يعتبر بأنه فرض من قبل حزب الله وحركة أمل على الرئيس الحكومي بسبب يعني باعتبارها يعني حكومة حزب الله آنذاك. لم يعد خافي على أحد بأن من يعني مجموع رؤساء الوزراء السابقين لديهم اتفاقية للتواصل وللتنسيق مع حزب الله بتسمح لهم أن يكونوا موجودين بالسلطة، وهذه اللي بحاجة لتغيير. يعني بالآخر إن كان الرئيس مئاتي ولا الرئيس حريري قبله، يعني بالآخر شو بده حزب الله بيعملوله؟ فطبيعي
لما بدنا نضلنا مستمرين بهالاتجاه ما رح نقدر نوصل على نتيجه. نحن بنتمنى انه يكون في شراكه مع حزب الله، ولكن شراكه، ما انه حزب الله قاعد وهو بيفرض رئيس الجمهوريه يلي بده اياه بعكس الدستور، وبيفرض الحكومه اللي بده اياها، بيعمل بيتجاوزوا كل الدستور وبيعملوا التكليف قبل التشكيل والى اخره، وفي مين بيوافق لهم؟ لا، هذه الامور ما انا ملك حدا. لما بده تكون شراكه بده يعرف انه في فريق اخر لديه هواجس ومخاوف. اذا ما في شراكه ساعتها بده ينبحث على طرق جديده، ولكن اللي عم بيصير اليوم هو محاوله اعاده تعويم سلطه لن تستطيع ان تاتي باستقرار، لانه ليس لديها ضوابط، ما بيقدر يحط ضوابط يلي هو اساسا مورط باتجاه محدد، ان كان بملفات قضائيه او بملفات ماليه او بملفات فساد. كلهم بيعرفوا حزب الله ملفاتهم، ومشان هيك ما بيقبل يتعامل الا معهم حزب الله. منذ بعض الوقت ايضا غرد الشيخ بهاء الحريري نجل الرئيس الشهيد رفيق الحريري معارضا لتسميه الرئيس المكلف او المستشار السابق لرئيس الحكومه نجيب ميقاتي بالقول وباعتباره انه يعني من هذه الطبقه الحاكمه ولبنان التي تمثل لبنان القديم ويريد وجها جديدا للبنان الجديد. هل توافق الراي؟ هي طبعا معه حق، هذا اللي كنت عم بقوله انا اساسا، يعني انه بالاخر ما ممكن نفس المنظومه يلي هي وصلت البلد لهون ترجع تعمل اعاده انتاج لنفسها باي صيغه وبلا ما يكون في شفافيه بالطرح اللي بده ينحط. هنا احنا جايين على ترسيم خرائط. اليوم كل شيء في دول بالعالم صارت موجوده بالشارع بلبنان، يعني بمرفق بيروت صار في عندك فوق الايرانيه، صار في فرنسويه وانجليز وامريكان وروس، لانه في غاز بلبنان. نحن منا قد اللعبة الكبرى هيدي، ولكن بنفس الوقت نحن موجودين على الأرض نقدر نساهم بأنه يصير في استقرار لأي تسوية بدها تصير، نحن كمواطنين لبنانيين، لأنه بالآخر ما انتفضت العالم على عبس. أول شيء بال 2005 رجع صار في تسويف وتراجع، واليوم مجددا اليوم الصيغة اللبنانية مهددة صارت. لما بيقول لك لبنان قد يختفي، صحيح، لانه اي لبنان نريد؟ لما هيدا اللي عم بقول لك اياه، انه الصيغه اللبنانيه مهدده. يعني لما بتجي بتقول انت انه والله الضربه اللي صارت ببيروت في موجه هجره مسيحيه رهيبه، هيدا خط احمر او هيدا خط دفاع اخير عن الهويه اللبنانيه، التغيير الديموغرافي، لان بالاخر لبنان التعددي بدك مسيحيه فيه. لما بيكونوا عم بيهاجروا المسيحيين بهالشكل والدوله اللبنانيه ما عم تعمل شيء، يعني ماني شايف انا مثلا خطه موجوده طوارئ مشان حتى ترجع تضب الناس ببيوتهم قبل ما تشتت الدنيا. شو بيعملوا هول بكره؟ معناتها عم تقول لهم اطلعوا لبرا. بالمقابل بمناطق مثل مناطقنا، مناطق طرابلس، هنالك اصرار من قبل البعض، الاستمرار بالسياسه القديمه الفاشله اللي صارت سخيفه، انه تحويل طرابلس الى منطقه داعشيه ومتطرفه والى اخره. بحين المطلوب انك تشوف كيف بدك تخلي مجال للاعتدال السني انه يثبت هون، لانه في تعدديه موجوده بلبنان. اذا السني المعتدل طلع من هون واذا المسيحي طلع من بيروت، شو بيفضل بلبنان؟ اي لبنان يصبح؟ يمكن مشان هيك الناس عم بتهاجر. اما اذا انطرحت صيغه محدده هي مطلب للبنانيين، ساعتها يمكن الناس بتبقى وبتناضل حتى تخلي هالصيغه تتحقق. لماذا تتوجه اخيرا للشارع الطرابلسي على وجه الخصوص واللبناني على وجه بشكل عام؟ يعني بدايه انا مرتاح جدا، لانه عم بشوف انه بالاخر الامور صارت مفضوحه. يعني فالراي العام، انا اعلم بان الراي العام هو واعي ويعلم بالضبط ما يجري، وانكشفت كل الالعاب اللي كانت مغطيه صارت كلها مثبوته باثباتات قدامه، وشايف انه في غياب لإعادة لأي طرح إصلاحي، وفي محاولة من نفس السلطة لإعادة إنتاج نفسها. لازم يواجه. المواجهة ما بتكون بالشارع، ما إنه بالشارع أكيد المواجهة بالشارع. أنا منتظر إنه شوف إن شاء الله بركي بكرة بواحد الشهر المظاهرة اللي داعين لها ببيروت تكون مظاهرة ناجحة، بس هيدي تتطور وتتأطر بمطالب واضحة حتى يكون عندك انت خارطة الطريق تقدر تحكي مع المجتمع الدولي. لانه انت اليوم لما بتلاقي الرئيس ماكرون استقبل فلان وعلان وكذا، عن شو بدهم يحكوا؟ هوليك عندهم برنامج لحديت هلا الناس اللي موجوده بالشارع ما اطرت مطالب واضحه ترتبط باي تسويه يكون تخلي لها مجال ان تكون بموقع المفاوض مع المجتمع الدولي.
تعقيبا على ذلك، يعني غدا سيكون، يعني بعد زيارة الرئيس الفرنسي مساء اليوم، سيكون غدا في لقاء أو زيارة من قبل البطريرك الراعي لقصر الصنوبر، وهذه سابقة لم تحدث في التاريخ من قبل أن يزور البطريرك أيا كان، هو يزار ولا يزور، واليوم ينادي بمطالب الشارع. هل برأيك اليوم البطريرك الراعي وموقفه الحياد الذي ينادي به ويطالب به هو الموقف الأمثل للشارع ولمصلحة اللبنانيين؟ أكيد أكيد أن إحنا لطالما ناضلنا للحياد، لما كان عم ينحكى بنائب النفس وشفنا أنه النائب النفس ما عم بيكون جدي، يعني عم بيكون بالقول ولكن بالعمل في انغماس كامل بمحور محدد، نحن وقفنا ووضحنا الأمور وقلنا أنه هيدا منه مقبول وهيدا بده يوصلنا لعواقب وخيمة، يعني وصلنا لها كمان. فإذا اليوم أنا من فئة كبيرة لبنانية من كل الطوائف اللبنانية، هالفئة متمسكة بلبنان التعددي يلي بدها يكون حيادي، لأن احنا ما عندنا إمكانية نقدر نغير أي شيء بالشرق الأوسط. هلأ في فريق آخر بلبنان عنده سلاح ممتد مباشرة مع إيران وعم بيقول لك أنا بالآخر بتلقى تعليماتي من إيران، على راسي ليه بدك إينا نحن هالشريحة الكبرى نكون مختطفين من هذيك الشريحة عبر تعقيدات دستورية ومشاركات ومفاوضات وما بعرف شو. خلينا نحكي الأمور ببساطة، يا أخي أنتوا أخواتنا يا حزب الله، يا بتعملوا شراكة معنا، هيدي متطلبات الشراكة 1 2 3 4، يا أما تعالوا نلاقي صيغة حتى كل واحد يتصرف مثل ما بده بمواقعه. هلا بتقلي هيدا موضوع يجب أن يكون قابل للنقاش، هيدي المواضيع اللي لازم تنطرح بهالمرحلة، وإلا اللي بدها تصير نتيجة بدها ترسم خرائط، بدك ترجع تقعد بموقع عبر أطراف محددة مسيطر عليه حزب الله نهائيا، يعني حتى إذا عطوا اليوم بعض التطمينات سينقضون على هذه التطمينات مستقبليا والجميع يعلم ذلك. فهذه الأمور لا يجوز أن تعالج بطريقة غامضة أو عبر أشخاص إنه والله اتفقوا إنه نقلنا لكم وجه السحارة من عنا، يا ريت من الأول أنتوا جبتوا، ليش كنتوا قاعدين أنتوا؟ إذا كنتوا فعليا بدكم ناس مثل مصطفى أديب تقدر تنتج، كنتوا من زمان جبتوا رئيس حكومة. ليه عم بتجيبوه اليوم؟ عم بتجيبوه اليوم لأنه عليكم ملفات وما بيسترجي لكم لا على ملفاتكم. يا أخي هيدا كله بيتناقش، بس قبل ما نناقش هالأمور كلها سوا تعالوا نعرف حالنا نحن وياكم وين بدنا نروح. أوكي؟ شكرا لك سعادة النائب السابق الأستاذ مصباح الأحدب. إذا مشاهدينا كانت هذه أبرز التطورات السياسية في قراءة مع سعادته، نعود إليكم برسائل لاحقة وشكرا لطيب المتابعة.